الاثنين عندهم خبرات، ولكن اكيد انا كراجل زملكاوي انا عارف ان كهربا هيكون اخطر على الزمالك. لكن خلي بالك الموضوع مش موضوع مين اللي هيبدا الماتش ده، الماتش ده في ممكن يبقى فيه اكسترا تايم وفي لعيبه ممكن تنزل هي اللي تغير الماتش. كولر مدرب كبير ومدرب حافظ الفرقه بشكل كويس وحافظ لعيبته بشكل كويس. أنا في رأيي أن أنسب تشكيل عواد مصطفى الزناري باك رايت، سنتر باكين حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد وفتوح باك ليفت، في نص الملعب دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد، وقدام زيزو ناحية اليمين وسيف الجزيري ومصطفى شلبي. أنا أتمنى أن الزمالك يبدأ بالشكل ده، لكن الحقيقة ان الزمالك عنده يعني اختيارات اكبر وبالنسبة لجوزيه جوميز في التغييرات. أيوة. يعني عنده ممكن ناصر ماهر يبقى ليه دور في الشوط الثاني، عنده ناصر عمر جابر ناصر المنسي، عنده عمر جابر ممكن يلعب في اكتر من مركز، عنده شيكابالا لعيب كبير جدا لو ما بدأش زي ما اتكلمت على كهربا ممكن انه يبقى ليه دور في وقت معين من الماتش. يعني الزمالك عنده تنوع شويه. طب ازاي ميدو حطيت الجزيري ومورينيو قال لك انا عايز ناصر ماهر ناصر منسي؟ ايه يعني طبعا ناصر منسي لعيب مختلف، ناصر منسي راس حربه. الجزيري انا بقول لك ان لعيبه الاهلي بتراقبوا من الجزيري، دي معلومات عندي، لان الجزيري بيتحرك في ظهر الديفنس وسريع جدا ويقدر ان هو يسبب مشاكل للديفنس الاهلي. انا عن نفسي اتمنى ان الجزيري هو اللي يبدا وناصر منسي يكون ليه دور في وقت معين من الماتش.